شفنا بيان من جامعة السادات في محافظة المنوفية، السيد رئيس الجامعة الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات بيحذر الطلبة أو بيرجو الطلبة، لأن شاف على مواقع التواصل أن في بعض الطلبة وهي عندها اشتباه بالكورونا أو مصابين بالكورونا ناويين ينزلوا الامتحان، فما كان من السيد رئيس جامعة مدينة السادات إلا أن هو يصدر بيان. نعرف من الدكتور أحمد بيومي بعد التحية لحضرتك إيه اللي حضرتك شفته أو استشعرته خلاك تشعر بالقلق وتحذر الولاد وتطلب من الولاد اللي عندهم اشتباه إن هم ما يجوش الامتحانات. صباح الخير يا عمرو بيه، أنا بحيي حضرتك طبعا على البرنامج المحترم وبحيي السادة المشاهدين، وبحب أهني مصر كلها وعلى رأسها فخامة الرئيس بالذكرى السابعة لثورة 30 يوليو. الحقيقة يعني حضرتك شفت البيان اللي الجامعة طلعته، احنا طبعا يعني همنا جميعا منذ بدء هذه الجائحة هو أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، ويمكن دي تعليمات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، إنه لما تم إيقاف الدراسة في 15/3/2020 كان بغرض تأمين الطلاب وأعضاء التدريس والعاملين بالجامعات، وبعدين حضرتك طبعا تابعنا كل الإجراءات التي تلت ذلك، وكانت إجراءات الحكومة بتتخذها علشان صحة وسلامة المواطنين. وبعدين طب إيه اللي حصل خلى حضرتك تصدر هذا البيان؟ هقول لحضرتك، هو طبعا تعرف حضرتك الإجراءات دي كلها تهدف لسلامة أبنائنا الطلاب. إحنا يمكن لمحنا أو لاحظنا على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن إحنا طبعا في بيننا تواصل بيننا وبين أبنائنا الطلبة على الفيسبوك، لقينا إن في بعض الطلاب أو بعض الطالبات بيتحدثوا مع بعض وبيقولوا إنه ربما يعني سامحونا لأن إحنا تعبانين وعندنا إصابة بكورونا وإحنا خايفين على مستقبلنا، وعلشان كده إحنا هنروح نمتحن يوم الأربع اللي هو النهارده اللي يبدأ. يعني الطلبة المصابين أعلنوا على الفيسبوك قالوا إحنا مصابين وهننزل الامتحان يا دكتور؟ هو أيوة فعلا ده اللي حصل، يعني هم بيعتذروا لزمايلهم الآخرين وبيقولوا لهم معلش سامحونا إن إحنا قد نسبب ليكوا بعض الضرر يعني. فطبعا هم فبالتالي حضرتك استشعرت والجامعة استشعرت الخطر. أيوة تمام. إحنا طبعا على طول أول ما لقينا هذه الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي ابتدينا نتداول مع بعض وقلنا إن الغرض من هذه الامتحانات هو إن الطالب يؤدي الامتحان في سهولة ويجي متأمن ويروح سليم، لأن إحنا عايزين الطالب يجي سليم ويروح سليم، ولا أحد ينقل له عدوى ولا هو ينقل عدوى لحد. صحيح طبعا. وبالتالي واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، خصوصا ان في تاجيل الناس ممكن تاجل طبعاً. مفيش مشكله طبعاً. فانا حبيت ان انا انبههم لانه المجلس الاعلى للجامعات واخد قرار بانه الطالب اللي يعني عنده ظروف او اعذار او اصابه بمرض من الممكن ان هو يتقدم بعذر سواء قبل الامتحانات او حتى اثناء الامتحانات اذا اصابه شيء، وبالتالي يحفظ درجاته ويحفظ التقدير بتاعه وتبقى فرصته كأنه طالب بيخش الامتحان لأول مرة. طبعا طبعا. وده طبعا يعني أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا دكتور أحمد بيومي.